أحبائي، أجمل حاجة إن الواحد يحلم في يوم من الأيام إنه يحققه بالعزم والإرادة القوية والأمل حتى ولو كان بعد سنين. وده اللي حصل معايا. 30 سنة شغل بدأت في مجال الإذاعة، ثم الإذاعة والتلفزيون، من مذيعة عادية لمقدمة برامج تلفزيونية أيضا، واللي شهرني أكثر وأكثر وأكثر بانوراما. حلمنا كتير، والحمد لله جه اليوم اللي تحقق فيه الحلم. أول ما سمعت جملة رشحتي لتتكرمي في تونس، بصراحة فقت تاني يوم من الفرحة، ما صدقتش. لكن الحلم أصبح حقيقة الحمد لله. بعد 35 سنة عمل جاد تم ترشيحي وتكريمي في تونس كنجمة تلفزيونية مشهورة في بلدي، والحمد لله. حبيت أشارككم الفرحة دي، فيلا بينا نروح على مهرجان الإذاعة والتلفزيون. معانا الباسبور ومعانا التذكرة، يلا بينا نتحرك من الاقتداء لتونس. يلا قبل ما الطيارة تروح مننا. يلا 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 يلا. بانوراما ينتقل معكم الآن إلى تونس، يلا بينا. وصلنا تونس قبل المهرجان بيومين، فرميت الشنط في الفندق وقلت يلا نتفسح في تونس. فيلا بينا نفرجكم على تونس وجمال تونس وشوارعها. هناك سوق تونس القديم اللي مشهور بمنتجاته التقليدية من ثياب رجالية ونسائية وأطفال، وا 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 وا. يا جمال المنظر ويا حلاوته، هنا وهنا وهنا وهنا، ودي تونس وجمالها والمباني المعمارية. تاني يوم قبل المهرجان بيوم رحنا ضواحي سيدي بوسعيد. يا جمال هذه الضاحية، تطل على البحر، تعتبر منطقة سياحية تتميز بمبانيها المطلية باللون الأبيض والأزرق كما نرى هنا وهنا. يا سلام. وجاءت لحظة افتتاح المهرجان. فضاء فني عربي على خشبة المسرح الأثري قرطاج في تونس،
في دورته الرابعة والعشرين في الفترة من 26 حتى 29 من يونيو 2024، والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية الأس بي بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين ومؤسسة عرب سات تحت شعار نصرة فلسطين، الذي حرص منظم المهرجان على أن يكون شعاره نصرة فلسطين وتخصيص عائداته للشعب الفلسطيني وأبناء غزة. خلال حفل الافتتاح كرم رئيس هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عدد من ضيوف شرف هذه الدورة من الفنانين والإعلاميين والأكاديميين في مجال الإذاعة والتلفزيون العربي وفقا لتقاليد المهرجان العريقة. وها أنا أتكرم في هذا المهرجان العريق إلى جيبوتي، نستقبل الإعلامية ميسون عبد الله أحمد. تفضل بحضرنا الإعلامية ميسون عبد الله أحمد من جيبوتي. بدأت مسيرتها كمذيعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتخصصت في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والثقافية والدينية، واشتهرت ببرنامجها بانوراما، وهي حالياً مسؤولة عن البرمجة المحلية والعربية وعن الفنانين في جيبوتي، وتمثل بلادها في المؤتمرات والمهرجانات العربية والدولية. ألف مبروك للإعلامية ميسون عبد الله أحمد من جيبوتي. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والمقام في تونس. شارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاصات في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيون العالمية. أحيا هذا الحفل افتتاح حفل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس الفنان الكبير راغب علامة بسهرة فنية بمواصفات عالية الجودة. أحياها الفنان راغب علامة ونقلت على الهواء مباشرة. ما شفتش في جمالك في بيروت ولا روما، كل حاجة معقولة معقولة مش معقولة أبدا، قلب لوحدك من النظرة الأولى شفتش في جمالك في بيروت ولا روما، العيون مرسومة رسمة مش مفهومة، ما شفتش في جمالك في بيروت ولا روما. أيوة شهد المهرجان عدة فعاليات في مقدمتها مسابقة أحسن الأعمال الإذاعية والتلفزيونية بمشاركة 249 عملا إذاعيا وتلفزيونيا من 20 دولة عربية، إلى جانب تنظيم معرض تكنولوجي لتقنيات البث والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ضم 28 جناح بمشاركة 90 عارض. شارك في مسابقة المهرجان 147 عملا في البرامج والأخبار التلفزيونية والإذاعية، والتي شاركت فيه جيبوتي ببرنامج إذاعي بعنوان التسرب الدراسي، منها 108 عمل في المسابقات الرئيسية و39 في المسابقات الموازية.
وقد تم ختام المهرجان، توزيع جوائز المهرجان على الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية، كما خصصت جوائز مالية لبعض الأصناف البرامجية والإخبارية الإذاعية والتلفزيونية في كل دورة من دورات المهرجان. وختام لهذا المهرجان اختتم بسهرة فنية مقدمة من أوركسترا روح العرب. هذا المهرجان يعد فرصة للفنانين والإعلاميين العرب لتبادل الخبرات والتجارب، ومن ناحية أخرى يأتي أهمية المهرجان للإطلاع على أهم الإنتاجات في الثقافة العربية والأجنبية. يعد المهرجان محطة فنية وتكريمية سنوية ونقطة تجمع كبيرة، هدفه المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورصد المنتجات الإنتاجية وتشجيعها في سبيل تطوير الطاقة الإبداعية العربية.